وبشأن استمرار الصراع بين الصدر والإطار التنسيقي في ظل عدم وجود بوادر لحل الأزمة، ينضم إلينا عبر الهاتف من مالمو عضو التحالف الوطني المعارض السيد لبيد الصميدعي. أستاذ لبيد، بداية مرحبا بك. خطيب الجمعة التابع للتيار الصدري، الصدر وصف قادة الإطار التنسيقي بسياسيي الصدفة وذكرهم بجيش المهدي، ما الذي كان يعنيه بذلك برأيك، وما الهدف من هذه الرسالة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. من المؤكد بأن الهدف أو ما يعنيه خطيب الجمعة هو في قلب خطيب الجمعة، يعني المعنى في قلبه، لكن أنا أعتقد أنه يقصد في سياسي الصدفة هم السياسيون الذين يمثلون الإطار التنسيقي، هو كلامهم موجه إليهم بدون شك، ويسميهم بهذه التسمية لا أعرف بالضبط تحديد، لكن يبدو أن الصدفة هي التي جمعتهم ضمن هذا الإطار، وهناك قاسم مشترك بين جميع أطراف الإطار التنسيقي، نعرفها جميعا أنهم موالون ولاء كاملا للسيد الإيراني. أما إشارته إلى جيش المهدي فيبدو أن هناك مخاوف من أن يتفجر الصراع ويتحول إلى ربما إلى صراع مسلح وبشكل محدود. ربما هناك ذاكرة حية لعملية الاغتيالات التي حدثت في انتفاضة تشرين، ذهب ضحيتها أكثر من 800 شهيد وآلاف الجرحى، والإطار أو القوة التي حاليا مجتمعة في مؤطرة في ضمن الإطار التنسيقي هي كانت الشبهة كلها تدور حول أنهم هم كانوا الفاعلون الظالمون في هذه الاغتيالات. لذلك فالتهديد أو التنبيه أو لفت الانتباه إلى جيش المهدي هو محاولة لتذكير هؤلاء بأن أي محاولة أو عملية اغتيال ربما تحدث ضد المحتشدين فهناك رد أيضا. نعم. طيب أستاذ لبيد، كيف ترى الحشد والحشد المقابل الذي لعب عليه الطرفان اليوم؟ يعني ربما قرروا الاحتكام للشارع برأيك؟ هذه المظاهرة التي نظمها الإطار التنسيقي هي رسالة يريد أن يقول من خلالها بأن الاستحواذ على الشارع ليس حكما على قوة واحدة، يعني وأن المظاهرات لا تمثل كل الإرادة الشعبية، إرادة الشعب العراقي. فهناك فلذلك حدثت مظاهرة مضادة اليوم في محيط المنطقة الخضراء ردا على المظاهرات التيار الصدري ومن معه، ونعتقد أن هذه المظاهرات ستستمر، يعني مظاهرة ربما يقولون أنها مظاهرة مفتوحة، لا نعرف إلى أي مدى يعني ستستمر مظاهرات التنسيق، لكن هي رسالة يعني يريدون أن يقولوا من ما ذكرته بأن أن المظاهرات لا تمثل شيئا. طيب يعني أنصار الإطار التنسيقي يهتفون ضد من سموهم أو سموهم بالمنقلبين على الدستور، وطبعا بلا شك هم يقصدون الصدر والتيار الصدري، أليسوا جميعا أستاذ لبيد يعني شركاء في كتابة هذا الدستور؟ أليسوا جميعا اتفقوا من خلال هذا الدستور على المحاصصة وتقاسم المناصب؟ لماذا هذه التناقضات؟ بلا شك يعني احنا كل الأطراف العملية السياسية، كل من شارك فيها، كل فرقاء العملية السياسية هم موافقون على الدستور، وهم ساهموا في صياغته وفي الموافقة عليه وفي حد مواليهم ومؤيديهم على التصويت بنعم للدستور، وصار لهم أكثر من 19 سنة يشتغلون بموجب هذا الدستور. فضمن إطار العملية السياسية لا وجود لمن هو منقلب على الدستور، لأنهم هم كل العملية هي العملية السياسية الحالية المبنية على المحاصصة الطائفية والإثنية هي منطلقة من هذا الدستور الطائفي الإثني بالحقيقة، فلا وجود لمنقلب على الدستور، لكن هم بالحقيقة يشيرون إلى المطالبة بحل البرلمان، مطالب الصدريين بحل البرلمان، ويعتقدون الإطار التنسيقي يعتقد أن هذه المطالب غير دستورية. يؤكد الإطار يعني التنسيق، الإطار يؤكد التنسيق ويصر على إعادة جلسات البرلمان، ما سبب هذا التأكيد؟ هل ترى هو من أجل حل الأزمة؟
لا، بعد انسحاب 73 نائب من نواب التيار الصدري أصبح الوضع مريحا بالنسبة للإطار التنسيقي من أجل تمرير عملية انتخاب رئيس جمهورية، والتي يليها بعدها بعد انتخاب رئيس الجمهورية سيقوم رئيس الجمهورية الجديد بتكليف الكتلة الأكبر التي هي من الإطار التنسيقي، أصبحت الآن تكليفها بتشكيل حكومة، وأصبحت أيضا الأغلبية مضمونة، لأنه الأغلبية المطلقة بالبرلمان شبه مضمونة للمصادقة على حكومة يترأسها محمد الشياع السوداني مرشح الإطار التنسيقي. لذلك هم متحمسون لعقد جلسة برلمان، لأن الأمور أصبحت سلسة بعد انسحاب الصدري. كل من مجلة فورين بوليسي الأمريكية وصحيفة ذا ناشونال يعني اتفقا في تحليلهما للصراع الدائر الآن بين الصدر والإطار التنسيقي على أن يعني مواجهة مسلحة قادمة لا محالة. إلى أي مدى ترى إمكانية حدوث ذلك فعلا؟ والله وجود كتلة بشرية كبيرة ضمن المنطقة الخضراء في داخل المنطقة الخضراء، وأعتقد أن هذا الاختيار ذكي بالحقيقة من قبل الصدريين أن تكون هناك كثافة بشرية في هذه المنطقة، لأن هذه المنطقة بالحقيقة هي منطقة سفارات وممثلين دولية في داخل المنطقة الخضراء، فليس من السهل أن تقوم هنا أن تكون هناك مناوشات عسكرية أو حرب بين الميليشيات التي يمثلها أو يقودها قادة التيار أو الإطار التنسيقي ضد الصدريين المحتشدين ضمن هذه المنطقة الحساسة جدا، لأن القوات الحكومية تتدخل بقوة، بالإضافة إلى أن قوات دولية لا تسمح قوات التحالف الدولي لن تسمح بالإضرار بالمنطقة الخضراء. لكن يبقى هناك احتمال بالحقيقة أن تكون هناك مناوشات على مستوى المحافظات، وهذا ما يفسر ربما دعوة مقتدى الصدر لأتباعه بأن ينسحبوا من المظاهرات في المحافظات. نعم أستاذ لبيد، أخيرا يعني الإطار التنسيقي يعلن الاعتصام المفتوح على بوابة الجسر المعلق بالمنطقة الخضراء، ما معنى هذه الخطوة؟ معنى هذه الخطوة محاولة أيضا لإحراج التيار الصدري، ورسالة مفادها بأننا نحن موجودون، وهي عملية استعراض. وبالمناسبة يعني هذه الاستعراضات بين جماعة التيار الصدري وجماعة الإطار التنسيقي بالحقيقة هي تدور ضمن صراع الـ 15%، لأنه القوى السياسية التي فازت بالانتخابات هي فازت بعد أن شارك مجرد 15% من الناخبين هم الذين شاركوا بهذه الانتخابات، فالذي نشهده هو صراع الـ 15%، ولذلك فإن الشعب العراقي يتفرج على هذا المشهد ولا يثق باي طرف من هذه الاطراف المتصارعه، لان الشعب العراقي غسل يده من العمليه السياسيه ولا يثق لا بهذا الطرف ولا بذاك الطرف، وهذا الصراع سيؤدي ربما الى اضعاف هذين الطرفين، وهو يصب في مصلحه الشعب العراقي الذي يريد اسقاط العمليه السياسيه كامله. من مالمو عضو التحالف الوطني المعارض السيد لبيد الصميدعي، شكرا جزيلا لك.